يا بلدين اصحى احسن افرشك بره. حاضر طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. بتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش، مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام، مقطوع من شجرة، واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزتوش ليه؟ إن شاء الله، بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة، أصل ال السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانة. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اجي اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يعني احنا في السجن احسن. يا سي خليل يا حمار الغبي، الغبي يا حسسانين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتك. انتكت؟ انتكت ايه؟ قزقعين هياكلوا الشهد. قزقعين هياكلوا شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم، يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. طب خلاص خلاص، انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش وقت. سيبوه.
دلوقتي خلاص. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج، تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعالي لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناس يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك، قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت الشحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. خلاص خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جاي بتغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خالص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا 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 وسهلا. الهي ربنا.